Thank you.
الجماهير وكطبقة شعبية كنعانيو من هذا الغلاء اللي في الحقيقة غير الطبقة المتوسطة تنسى ويبقى غير شي واحد عندهم تلفزيون وشوفوا الفقراء اللي ما عندهم والو. كنقولوا هذا الشيء علاش؟ لأن هذه الحكومة هذه ماشية في اتجاه ديال عدم التراجع على هذا الغلاء. الجو اللي عندنا في المغرب فيه بحال الكثير. هادشي واحد اللي صاب الكوتا عندو الراس كبير الدولة كتدخل بزاف ديال الفلوس والشعب صعيب وكيف وحنا عندنا والو بالتالي كيبان ما غاديش يستمر وحنا كذلك غادي نبقاو مستمرين في الاتجاه الى حي القضاء على هاد الغلاء هذا وراه الغلاء راه ماشي جاي من برا هاد الغلاء راه غلاء داخلي راه كاينين شي حوايج اشوف يفتح